عقد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اجتماعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة. تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل والمشروعات، كذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق. حيث أكد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال. Mm-hmm.